كينكي. ساعة يد تشحن من خلال العادة السرية وتسمى الساعة بوانك باند، والتي تمنحك فرصة شحن موبايلك يا سيدي من خلال الفرك والدلك، إذا فهمت بقصدي. منذ دخول الهاتف الذكي ونحن نعاني من عمر البطارية القصير، لكن منذ أسبوع أطلع علينا شاحن وانك باند، ويقول موقع بورن هاب الإباحي بأنهم اكتشفوا حلا عصريا لهذه المشكلة. فالساعة تستطيع توليد الطاقة الكهربائية وحفظها من خلال حركة الصعود والهبوط، كما وتؤدي مهامها بمجرد وضعها باليد. لذلك في المرة القادمة عندما تطرق بطاريتك يا سيدي، قم بترتيب موعد مع روزي بان، والمشكلة محلولة إن شاء الله. لكن لا تكونوا مستعجلين كثيرا عن اقتناء الساعة، فهي ما زالت قيد التطوير. وإذا كان ولا بد بإمكانكم الولوج لموقع بورن هاب وتسجيل دخول لنيل فرصة تجريب نسخة بيتا، لكن دعونا نعرف إذا كنتم جاهزين لخفض الحليب والزبدة في حال فرغت البطارية من جهازكم الآيفون. شاركونا آراءكم يا سادة